في أعماق إفريقيا، اثنان من المغامرين القطريين يلبيان نداء الطبيعة. يمضي عيسى وفالح 5 أيام في الأدغال حاملين معهم ما يمكنهم حمله فقط. سيتعلمان أن يعيشا من الأرض ويتفاديان أكثر الحيوانات خطراً في العالم. خبير الأدغال بجنوب أفريقيا يوهن ليمبر سيعلمهم المهارات القديمة للأدغال. بينهما وبين نقطة نقلهم أميال من النباتات الكثيفة وأنهار مليئة بأفراس النهر وطبيعة تحكمها القطط الكبيرة. الوضع خطر صراحة، وأوجه صخور حادة. التحدي هو الذي سيجعلهما يصلان، وإن نجحا سيواجهان أشرس الوحوش. الأيام الخمسة القادمة ستحدث تغيرا في حياتهم. محمية شامواري للحياة البرية بجنوب أفريقيا. هذه البرية غير الملموسة، بعيدة كل البعد عن حياة الأبراج في الدوحة. هنا للحيوانات اليد الطولة، وعندما تعبر هذه الأراضي فإنك تعبرها حسب شروطهم. لكن رابع يوم ولله الحمد طلوع عادي، ما حسنا بتعب. مع التعب، مع الجهد، مع التعلم المستمر، أشياء ما كنت أتخيلها. عيسى وفالح يتسابقان للوصول إلى منطقة نقلهما في الشمال. يجب عليهما التحرك بسرعة إذا أرادا أن يلتقيا بقائد الهليكوبتر في الوقت المناسب. لقد عبر الجبال والغابات والسهول وحتى الأنهار القادمة من السافانا. غالباً ما نجد الأسود تصطاد في هذه السهول الممتدة، أما الأعشاب الطويلة فهي أفضل مكان للاختباء. لكن في هذه الأيام على فالح وعيسى الانتباه من الطائر وليس من هذا القط الكبير. للنعامة مخالب حادة كالسكين تستخدمها في مواجهة كل من يقترب من عشها. 70 كيلومتر بلس، 70 كيلومتر بير اور بلس. The main reason why animals run away from us is we walk upright. Mm-hmm. We walk like this. And most animals, they walk, they have a backbone which is horizontal. Mm-hmm. So because we have this upright posture, they'll tend to move away and allow for space. Is this egg there? Hey, that's an ostrich egg. Well spotted. تضع النعامة الواحدة ما يقارب 12 بيضة ملقحة في العش. تجلس عليها الأنثى خلال النهار ويحرسها الذكر ليلاً، لأن ريشه الأسود يمكنه من الاختفاء في ظلام الليل. وبعد 6 أسابيع يبدأ البيض بالتفقيس. تم التخلي عن البيض. What happens is sometimes ostriches, when they walk, they have a buildup of calcium and they produce unfertilized eggs. And as they walk, they'll just lay an egg. All right? So they don't have to make a nest. This egg will not grow into another ostrich. It's unfertilized. And so you'll sometimes find
like we found now. We'll find the egg, maybe one, maybe another one there, all over. We can pick those up, so this is good for us. Right, this egg, we must not break it. We must not break it. There's 24 chicken eggs inside here. Whoa. Right, so there's a good meal. Very nice. That's a good find. That's a good find. When we have time that we can stop and rest, we'll make a fire. I'll show you how to cook the egg. Okay. Let's carry on. لكن على عيسى وفالح عبور هذه السهول بأمان. ستعمل هذه الزرافة كنظام تحذيري مسبق لنا إذا اقترب منا الخطر، فطولها يساعدها على رؤية المفترس قادما من بعيد، لهذا تسمى بحارسة السافانا. So what we'll do is we'll go and sit over here behind this bush, and I want to show you what happened here. Often we'll come and have a look and see where we are. Just be quiet for a few minutes. تقترب الزرافة نحو عيسى وفالح ليبقيان ضمن مجال رؤيتها. You take your backpack off, put it next to you, just lie down with your feet towards the giraffe, and you wait. Okay. Just pick your head up slowly. Look. See this fella? They're coming closer. They're coming in closer to come and look at us. Even the lion. Yeah. Even if we've got lions that are lying like this in the open. The giraffe will come closer. كل هذا يتعلق بمراقبة الخطر والبقاء في مكان آمن. هذا ما يحدث عندما تتوقف الزرافة عن المراقبة. 90% من الزرافات الصغيرة تموت في أول سنتين من أعمارها. معظمهم ينتهون كفرائس للحيوانات المفترسة كالأسود. لحسن حظ عيسى وفالح وجود يوهان كدليل معهما. هذا الرجل عاش 17 سنة في الأدغال، تعلم كثير أشياء من شيبان عطوه إياها، جمعها كلها في شخص واحد، وإحنا خذنا مختصر منه كامل. لديهم طعام كثير، لكنهم يحتاجون أيضاً للماء قبل أن يتوقفوا لتناول الطعام. التحرك باتجاه الأسفل يعني وجود سدود شكلت بمياه الأمطار التي تسيل إلى أسفل الهضاب. But if it has come to us, what should we do? What we'll do is we'll just move back. We'll just move back into the brush. Okay. Now when you hear that sound, that's the first sound that he'll make. على عيسى وفالح المحافظة على مسافة آمنة. He's diving, maybe he's coming to us. He's gone underwater. Yeah, you can actually see he's coming towards us. See that? Can I? He give us. That's a warning. Be careful. That's a warning. يعطيك تحذير فالح. يجب عليهم أن يبتعدوا وبسرعة. On land about 45 kilometers an hour, and in the water, they can get a top speed of about 25 kilometers an hour. المكان غير مناسب وعليهم الرحيل. Okay, we're going to stay on this hippo path. As we walk down here, I want you to be aware there might be hippos coming in and out. There might be other animals, because rhinos and elephants they'll also use this path. Okay. من حسن حظهم أنهم لا يحتاجون أن يمشوا مسافة بعيدة، فهذا السد يوفر الطعام أيضا. It's like a good pond. There's no hippos in here, which is a good thing. But on the opposite side, there's some lilies. You see that? Mm-hmm. There's leaves floating in the water. We'll be able to get in there and dig out their roots. You can eat the roots. جذور الليلك تشبه البطاطا، ولكن الحصول عليها ليس سهلا لأن هذه المياه باردة جدا. There we go. There we go. والله. Find your lily pad. Alright, and then you run your arm right down the length of it. Ah, Muhammad. Woo! تعال تعال إيش تعال تعال خل تعال على الوحدة تعال تعال.
عيسى تحت تحت تحت. يلا بسم الله. لا 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 عيسى. لا لا لا. Don't pull the leaves out. You'll find the roots. That's really important. ما غيرها عيسى. شوف غيرها غيرها غيرها. بسرعة بسرعة بسرعة. يا غزير. Come on, gents, let's get it. Let's keep moving. We're losing body attention. What about this? It's still there. Right. Let's see what we're looking for. So that's good. That's good. Okay. That's good. برد برد. والله حسيت رجلي كلها تبنجت. يدي يوم دخلتها تبنجت. رحنا داخل طلع أغزر داخل. We've got out. Pass me the egg. Let's quickly check the egg. إن شاء الله عاد تطلع زينة. Right, there we go. So what we're looking for here is to see if the egg is okay. If the egg is rotten, it will float. If the egg is good, it will sink. إن شاء الله sink. Right, sink. So it sinks. That's a good thing. Good, الحمد لله. That's a good thing. Alright, الحمد لله. أول مرة أنزل في ماء بارد مثل هذه الخليج إذا غوص مثلاً فري دايف ساعات ننزل بدلة خفيفة تكون درجة حرارته من 16 إلى 15 بس هني بارد بارد يعني. حان وقت طهوي البيضة على طريقة الأدغال. Okay, what we're gonna do is we're gonna make a little hole, chop a little hole into it. We're gonna put it in and break it up and mix it through. Okay, now the reason why we're doing that is because we've got the yellow and the white of the egg. So by mixing it up, we allow it to mix through, and then it's easy for it to pour out. Okay. لقد سخن الفحم الرمل والحرارة تطهو البيض كمقلاة طبيعية. That's it. Pour it straight onto the sand. Straight onto the sand. That's it. That's it. Careful, 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 careful. We don't want to waste anything. Okay. Okay, good. So now what we're going to do, we'll just take it and we'll just cover it up. Cover it up. Please? Completely. Ashes. عجيب الطريقة عيسى. So potatoes are done. Let's just get the rest of these coals on. Is it done? Yes. Yes, this is done. Oh, girls, girls. Okay, just scratch it off. Okay. Just what you want to do is just get a. Get some of the ash off. Piece by piece. Beautiful. Salim, Salim, ma alek shas. Mine now. Called a hot stove. You look hungry. Who, me? Of course. But I think in the middle it should be thicker. Right? Yeah, the middle will take longer to cook. والله انه عجيب طعمها عيسى. ليش عيسى ما شله الفحم اللي فوق؟ وشله؟ You can always carry these. لازم لانه لازم. Yeah? That's more egg. Yeah, I'm gonna just put it on your rock quickly. Yeah. Okay. يا سلام. ما بخليها لين تبرد. إنهم يتغذون إذ أن كل ما يأكلونه أخذ من الأرض من حولهم. عيسى يخشلها الحطب عند الدخان يا أخي. يجب أن يتابعوا التقدم فقد حل المساء وعليهم أن يبحثوا عن مكان آمن للمبيت الليلة. كلما ارتفع مكانك كلما استطعت أن ترى، وهذه أفضل طريقة يمكنك بها أن تراقب الحيوانات الخطيرة في المنطقة. يبدو أن وحيد القرن قد انتقل إلى منطقة أعلى كذلك. Have a look, there's a, it looks like it's a man-made structure. So the rocks packed together. من قبل مئات السنين والإنسان يشكل الصخور كدرع واق من الخطر. We call this a kraal, and the history indicates that some of those kraals could be early Arab travelers that came down as far south as southern Africa and traded with local people.
closer we are, the more body heat we generate, the warmer we'll be. Okay, good night. See you in the morning. You wake me up if you hear anything. والليلة هذه إن شاء الله ما راح يكون فيها مناوبات لأن المكان شوي آمن فإن شاء الله بنرقد رقدة كاملة. يوم جديد وعيسى وفالح يحققان تقدما ملحوظا. لقد قطعا شوطا طويلا وتغلبا على العديد من العوائق. نتأمل أن يصل إلى نقطة نقلهما في 24 ساعة القادمة، لكنهما ما زالا يحتاجان للطعام ليبقيهما متقدمين. تقدم القرود معلومات جيدة حول ما يمكن أكله وما يجب تجنبه، فصغار الحيوانات تتبع كبارها في اختيار ما يمكن أكله وستقلد ما يأكله الكبار. توفر دراسة القرود معلومات قيمة عن العيش في الغابات. Yeah, we got some sucha seeds, some fruits. They're not ripe, completely ripe yet, but there are a couple that are ripe. So just get the red ones and just bite off the red bits and you can chew that. That's for you. No, I insist. No, you haven't had breakfast. No. For you. Thank you. There we go. I can return the favor. This is for you. Thank you. All right. There we go. It's done. Let's carry on. أبسط الأشياء كجذع شجرة يمكن أن يوفر غذاء لنا. This is good energy. This is raw glucose, which is produced from the tree. So anything that we can get to supplement our diet, we're going to use that. فوائد أوراق الأشجار كثيرة حتى أن هناك ورقة يمكنها أن توقف شعور العطش لدي. How thirsty are you? Hatsan, are you very thirsty? Yeah, well, sure. Okay, I'm going to show you a way that you can quickly just cure your thirst. Put it into your mouth and just suck it. One. Just one. Let's what you do, you just put it into your mouth, okay? And suck it. عرفت بس مو مقتنع صراحة. ها؟ عرفت بس مو مقتنع. لا صحيح، شفت شلون احنا نخدع الجسم في الفري دايز؟ ها؟ نفس الطريقة. ساعات إذا تنزل من طرق الفري دايز شوف صالح تسوي نفسك إنك تاخذ هواء من خشمك من نظارتك. أو تعدل النسم في الصدر فتاخذ مدة أطول صح؟ خلقت الفيلة لتتنعم بكل ما توفره لها الطبيعة. تعمل خراطيمها كوسيلة رائعة في تمزيق النباتات والأوراق، حتى أنهم اكتشفوا أن الطين مفيد كوسيلة للحماية من أشعة الشمس ولإبعاد الحشرات عنهم. Insect repellent. What? Yes, for mosquitoes and flies. Okay, so what we'll do with this is tonight when we have a fire, we'll take the green leaves and we'll put the green leaves on the fire. And the smoke, that's it, keeps them away. Right, and it's important that if you have a plant or you have food, you take it. You don't wait later because later it might not be there. So you always take some stuff now that is that you can use. All right, there we go. There's some more for you. Okay. توفر الغابات غذاء كثيرا لهما بالفعل. الشيء الوحيد المفقود هو اللحم الطازج، لكن هذا يمكن توفيره إذا رغب فالح وعيسى بتحدي القط الكبير.
Right, as you can see, we've got those two cats. They're very clear. There you can see the one in the front, just a very big female. الفكرة من هذا هي سرقة بعض اللحم بعد أن تقوم بقتل فريستها. القيام بهذا العمل مع الأسد يعتبر عملا خطيرا جدا. You'd walk in and they would. They would come racing forward because all that they want to do is protect the food. Come on, follow me. We're going to stay on this ridge over here. الشيتا أصغر وأجبن من الأسود، فسرقة الطعام منها ستكون أأمن بكثير. إحدى هذه الشيتا تحمل طوقاً يتعقبها بموجات الراديو، وهذا جزء من برنامج الأبحاث. تعتبر الشيتا من الحيوانات المهددة بالانقراض، فكلما استطعنا أن نتعلم أكثر عن هذه الحيوانات الجميلة استطعنا أن نوفر لها فرصة أطول للبقاء. So what we're going to do is we're going to kind of hold back, and what we'll do is we'll kind of watch them and hope that they will hunt. It seems like they might be hunting. You can see their heads are up, they're looking around, and then what we'll do is we'll follow in on them, and once they make the kill, we'll run in and we'll push them off the kill, and we can scavenge the kill. الهدف هو قطيع من الظباء الصغيرة. For a short distance, and my goodness, look at that! There she goes! There she goes! Look, she's chasing! She's chasing! You see it? Look there! Look there! She's got it! Come, let's go! Let's go! Let's go! Come, come! She's got it! لقد اختفت الشيتا عن مرمى بصرنا. لقد حصلوا على طريدة. All right, we've got to give her some time to actually strangle it. التحدي الذي يواجه عيسى وفالح الآن هو إيجاد الشيتا قبل أن تجهز على الحيوان الذي افترسته. Hey, 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 look, 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 there. Wait. See the cheetah right there. You see it? There, there. When, you see? When? They're sitting up. إيه فاهم. عند السيارة السيارة الماشية. Just over there. Okay, let's go closer. Let's go a little bit this way. Let's go a little bit this way. You can see. Now, one of the things that what will happen is they will stand up quite tall, and they'll pick up the hair on their backs, and they will look a lot bigger. Okay, but and then sometimes they will run towards us. Okay, the question is, if they would come to us, what should we do? We stand still. You don't move. You stand still. Okay. All right. And what's maybe good is to keep your sticks in front of you like this, so you hold your sticks up like that. No, no, just there. So that if they come towards you, that they can hit the sticks. Okay. All right, let's go. Okay, right, we're going to stand up now. Stand up, so we're going to make ourselves look big. There's meat. There's meat right here. There's meat right here. Okay, now, if they come towards us, you stand still. You don't run away. They are eating. Stay right here with me. Come right here. Tight with me. Tight with me. You come right in. Okay. All right, we just got to watch that one. That one's breaking away. Okay. All right, let's just stop. Just stop. Just stop. Okay, let's go. Come, come. Come, come, come. Come, 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 come. Come, come, come. Come, you come closer to me. Come closer to me. Come. Come. Hey, come! All right, okay. All right, just watch them, just watch them.
Okay, we're gonna get some meat here. She's eating a lot, though. Look at this. We'll take the stomach with. This is good to eat. We'll take this, we'll eat this. Are you hungry? No, no, but we can take some of this. Usually we don't eat the dead meat until we're really, really hungry. Okay, well, we'll take this with. This will cook. This will cook. They've eaten so much already. Can't believe it. All right, but hey, this is still, this is protein. This is good, this is protein, man. This is fantastic. احنا بناخذ الحين بعض اللحم معانا لان اصلا احنا المسلمين ما ناكل اللحم الميتة. بس اذا كان الانسان كلش ما عنده اي اكل ولا عنده اي شيء يضطر انه ياكل لحم الميت. لقد مضى على رحلتهما 4 أيام وقريبا ستنتهي الرحلة. لكن عائقا كبيرا أمامهما يجب عليهما تخطيه قبل أن يصل إلى نقطة نقلهما. قد يكون هذا أكبر تحد لهما إلى الآن.